بنات المهاجر إعلام لا حكومة له. كان مركز الحوار العربي على موعد مع ندوة للدكتور علي الريشي وزير شؤون الهجرة والمغتربين في الجماهيرية العربية الليبية، ندوة تركزت حول موضوع العلاقات العربية الأمريكية ودور المهاجرين العرب، وذلك يوم الجمعة 7 من شهر مايو الجاري. ففي صلب عرضه ركز السيد الوزير على تقديم تعريف دقيق ومركز لمفهوم العروبة، متميزا في طرح جملة من المفاهيم التي حملت اجتهادا ورؤية خاصة. العروبة مش جنس، حتى أنا كلمة القومية العربية تعبير خاطئ، المفروض تكون الوطنية العربية، لأن الانتماء هو إلى وطن مش لقوم. يعني حتى لما بترجمها عرب ناشناليزم، ناشناليزم جاية من نيشن، من وطن، مش من قوم، مش من رئيس. لكن خليني أعرف العربي يعني تعريف يعني بسيط، أن أي واحد يشعر بالانتماء للمجتمع العربي، وهذا الانتماء انتماء ثقافي ووجداني. الوجداني يعني عنده اهتمام بمصالح، يعني ممكن أنت تكون يعني تفكيرك كوني، يعني انترناشنالست زي أنا من انترناشنالست يعني، ولكن يعني عندي اهتمام خاص ومحدد بقضايا المجتمع العربي. وحول جزئية العلاقات العربية الأمريكية، شدد الدكتور علي الريشي على ضرورة التمييز بين العلاقات البين دولية وأنماط التبعية، مذكرا بمنزلة بين موقفي المواجهة والتبعية، وهي منزلة الندية والمعاملة بالمثل، مرتكزا على عنصري تقاطع المصالح والقيم المشتركة. حيث أكد السيد الوزير أن ليبيا قيمت علاقاتها مع الولايات المتحدة على أساس هذين العاملين دونما التفريط في استقلالية القرار الوطني، فالروابط الإنسانية التي تجمع الشعبين العربي والأمريكي كثيرة ومتعددة، وتشكل أهم مدخل لحمل المواطن العربي على الثقة بالذات والاعتزاز بهويته العربية الأصيلة. الولايات المتحدة خطأ في رأيي ترى أن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية مواقف تحتمها عليها مصالحها، وتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة تحالف قيمي وحيوي وغيره لكن الغريب الأمر أن مش الولايات المتحدة نفسها اللي تتخذ هذه المواقف. الآن فيه دول عربية ترى أن تحالفها مع إسرائيل تحالف حيوي وبصيري وغيره، لأن إيران بتعمل وما بعرف بيعمل وأنهم أقرب منها. وأنا لا ألوم الدول العربية ولا أقول أنه هو يعني الولايات المتحدة ليست استثناء في هذه القاعدة. من تجربتنا في ليبيا لما عملنا استراتيجيك شيفت، لا كرامتنا ولا عزتنا ولا تيريتوريال انتجريتي بتاع أرضنا، لا عطينا لا أرض ولا عرض. And we would have not. وإحنا الليبيين مناش أفضل من أي عربي آخر. كما طالب الدكتور علي الريشي بضرورة أن يجد المهاجرون العرب خطابا عقلانيا في التعامل مع قضاياهم، مذكرا كذلك أنه على الساسة الأمريكيين أن يدركوا عواقب سياساتهم على الإنسان العربي، وخصوصا مواقفهم الخاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي. وأعلن المسؤول الليبي إنشاء بيت للعرب في الولايات المتحدة على غرار معهد العالم العربي في باريس، ثم عزز السيد الوزير هذا المطلب بالإعلان عن استعداد الجماهيرية العربية الليبية دعم هذا المشروع، أسوة بباقي المؤسسات الرسمية العربية والأمريكية لبناء صرح حضاري عربي في الولايات المتحدة للتعريف بالثقافة والهوية العربية والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية التي درج الإعلام على ترسيخها وإلساقها بالإنسان العربي. أتمنى أن تكون هناك مبادرة، وليبيا دائما سباقة في هذه المبادرات، ونحن على استعداد
للتعاون مع الإخوة العرب كمؤسسات رسمية وإلا كمؤسسات مدنية في دول الاغتراب في الولايات المتحدة لإنشاء البيت العربي في بيت عربي في باريس، ونحتاج إلى بيت عربي في هذه القارة، بيت عربي واحد غير كافي، ممكن نحتاج واحد في كاليفورنيا في الغرب، ونحتاج بيت عربي في العاصمة هنا في واشنطن. وهذا البيت العربي يكون كمظلة لجميع الأطياف والرؤى. الدكتور علي الريشي ثمن دور مركز الحوار العربي والتضحيات التي قدمها المشرفون عليه منذ عقدين من الزمن، مبديا إعجابه بأسلوب الحوار الحضري والاختلاف المنظم في الأفكار، كلها فوائد رسخها مركز الحوار ضمن مشروع فكري عربي أمريكي واضح المعالم. محمد سعيد الوافي، قناة المهاجر، واشنطن.